موساني من أشغال القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقد ببكين العاصمة الصينية، بتنظيمه الطاولة مستديرة بحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو والرئيس الصيني شين جينغ بينغ وقادة الدول الأفريقية الأخرى. وقد تناولت الطاولة سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول الأفريقية في مجال الاقتصاد الاستثمار والشراكة ومبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شين جين بينغ. وكانت أشغال الحوار الرفيع بين قادة الدول الأفريقية والصين وممثلي عالم الأعمال خرجت بنتائج مثمرة، وإن مشاركة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في هذه الجلسة في الطاولة المستديرة أعطت أهمية واستعدادا لتعزيز شراكة مثمرة مع الصين لخدمة شعوب المنطقة. وقال فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إن مثل هذه التحركات تساعد في تحديث التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية. وركزت المناقشات خلال هذه الطاولة على مشروعات البنية التحتية والأساسية وبنائها وتشغيلها وتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دفع جهود تطوير البنية الأساسية الأفريقية والتكامل الاقتصادي.